بعد ما أثيوبيا اختارت مصر والسودان وأعلنوا عن بدء عملية الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي، وبعد كل التعنتات اللي شفناها على مدار سنين التفاوض بعد ما كانوا وقعوا على الاتفاقية في 2015، وصلنا لوضع أصبح فيه إن إحنا بنستخدم كل أدواتنا للحفاظ على حقوقنا المائية استخدام أدوات دبلوماسية. والنهاردة في جلسة طارئة، جلسة لمجلس الأمن للسلم الأفريقي، حيناقش فيها أزمة سد النهضة، لأن هذا الملف يهدد الأمن والسلم الأفريقي. تفاصيل أكتر حنعرفها عن هذه الجلسة تحديدا وما الذي ننتظره منها مع سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق اللي بينضم لنا على التليفون. صباح الخير يا فندم، وأهلا بيك على صباح الخير يا مصر. أهلا بيك يا أستاذ حسام. في البداية معالي السفير، هذه تعتبر خطوة أولى في الوصول لحل نهائي، هي ليست بالخطوة النهائية ولكن هناك خطوات أخرى، لكن ما الذي ننتظره بعد إعلان تونس عن مشروع القرار الذي قدم، وما الذي نتوقعه من هذه الجلسة؟ شكرا أستاذ حسام. طبعا هي جلسة هامة جدا وضرورية في معركة تعد واحدة من أهم معارك مصر الدبلوماسية. السيد الوزير سامح شكري منذ عدة أيام في نيويورك على اتصال بكافة الأطراف سواء العضوية الدائمة أو غير الدائمة لمجلس الأمن، أو حتى أمس مع سكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يشرح فيها موقف مصر والسودان، وكذلك وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي متواجدة أيضا منذ أسبوع تقريبا في نيويورك، ويوالي الوفدان المصري والسوداني بالإضافة لبعثة جامعة الدول العربية برئاسة السفير ماجد عبد الفتاح، وكذلك مجموعة الدول العربية المكلفة من المجلس وزراء الخارجية العرب المكونة من الأردن والعراق والمملكة العربية السعودية والمغرب، والعضو العربي الفاعل والهام والمؤثر والذي قام بدور هام جدا وهو دولة تونس الشقيق. يعمل كل هذه الأطراف معا من أجل التأثير على الرؤى ومن أجل طرح مشروع قرار أراه في كل بنوده يا أستاذ حسام عادل وشامل ويحمي مصالح كل الأطراف. في ديباجاته الأولى يدعو إثيوبيا للتعاون والبدء في عملية استفادة من السد واستخراج الكهرباء أو توليد الكهرباء دون الإضرار بمصالح مصر والسودان أو بين هو بين دولتي المصب، ويدعو إلى وساطة دولية تحت رعاية إفريقية ولكن تشارك فيها أطراف فاعلة كالأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ربما والبنك الدولي. كل هذه الأطراف قادرة على مساعدة مصر والسودان وإثيوبيا على التوصل للاتفاق القانوني الملزم والتوقف عن الإجراءات الأحادية وأن يتم التوصل للاتفاق في فترة زمنية محددة، حيث كما ذكر السيد الرئيس لا توجد مفاوضات لا نهائية. وفي نفس الوقت زي ما حضرتك تابعت أمس السيد الرئيس اتصل بالرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي على أساس أن مصر ترغب أن تؤكد للاتحاد الإفريقي ولرئاسة الاتحاد الإفريقي كونغو الديمقراطية ورئيس تشيسكيدي أن مصر ملتزمة بالوساطة الأفريقية وترحب بها، ولكن ترغب في دعمها بأطراف دولية قادرة على المساعدة في التوصل إلى حل. ونعلم جميعا أخ حسام أن الدور الثالث أو المشاركة من أطراف خارجية في أي عملية مفاوضات هي عملية ميسرة وتساعد على التوصل لحلول، كما فعل البنك الدولي مثلا في اتفاقية الاندوس بين الهند وباكستان، كما فعلت الولايات المتحدة بين مصر وأثيوبيا والسودان في منذ أكتوبر 2019 حتى فبراير 2020 كانت مفاوضات واشنطن التي أفضت إلى التوصل تقريبا للاتفاق ووقعت عليه بالفعل مصر بالأحرف الأولى ولم تحضر أثيوبيا. هكذا نسعى من خلال الجلسة اليوم في مجلس الأمن لطرح مشروع القرار، ولكن سبقه كما نعلم جميعا جلسة تشاور فني. هذه الجلسة لأعضاء مجلس الأمن قدمت فيها مصر
وتونس الإفادة المطلوبة، وربما أبدت بعض هذه الدول ملاحظات يتم أخذها في الاعتبار، واليوم أيضا ستجلي الوفود بآرائها. تتجمع هذه الآراء وملاحظات الجلسة الفنية على مسودة القرار التونسي العربي المقدم باسم مصر والسودان، لنجمع هذه الملاحظات ونسعى إلى يعني تعديل النص بالشكل الذي يقابلها، ونعيد طرح القرار للتصويت في أعتقد موعد آخر قادم، ليس اليوم، ربما كما يذكر يوم 14 الجاري أو يوم 16 الجاري. أما لو كانت التعديلات إجرائية وبسيطة ويمكن طرحه للتصويت، وهذا ما أستبعده، اليوم فيتم التصويت عليه. ولكن الإرجاء لحين استكمال الملاحظات هو السيناريو الأرجح، وأعتقد يعني ننتظر التصويت على هذا القرار بعد أسبوع في أغلب الظن، لحد يوم 14 إلى 17. أما إذا كانت التعديلات التي أبدتها الوفود أثناء عمل اللجنة الفنية إجرائية وبسيطة، يمكن التوقيع، يمكن طرحه للتصويت، ولكن لا أرى أن ذلك ممكنا. أعتقد سيحتاج الوقت. أولا إذا كانت تعديلات إجرائية فلا بأس، ولكن إذا كانت تعديلات موضوعية أو جوهرية سيحتاج الأمر مشاورات بين مصر وتونس والسودان والوفد صاحب الإدخال أو التعديل، حتى يتم تهيئة النص للقبول العام، ثم يطرح في ريف 2 أو النسخة الثانية للتصويت. يقال أن من الممكن أن يكون يوم 14 أو 16 الجاري. عظيم جدا سعادة السفير. طبعا بعد التحية يعني خليني أسأل حضرتك عن سلوك إثيوبيا. وحضرتك تحدثت خلال كلامك دلوقتي عن الوساطة الأمريكية ووساطة البنك الدولي من قبل في ملف سد النهضة، وتابعنا السلوك الإثيوبي في هذه الوساطة الحقيقة، وتابعنا السلوك المتعنت عامة يعني في هذا الملف تحديدا. عايز أسأل حضرتك على السلوك المتوقع لإثيوبيا في يعني جلسة اليوم، وعايز أسأل حضرتك كمان تحديدا يعني إثيوبيا بتشهد نزاعات بالداخل الإثيوبي، يعني كلنا شفنا اللي بيحصل في إقليم تيجراي، وشفنا أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحركت تجاه أو على أساس هذه النزاعات اللي بتحصل جوه إثيوبيا وفي الداخل الإثيوبي. عايز أسأل حضرتك السلوك المتوقع لإثيوبيا هيكون إيه؟ شكرا أستاذة جمان على هذا السؤال الهام. لا شك أننا أمام طرف مفاوض مراوغ ولا تتوفر لدي الإرادة السياسية، وطرف لدي كما ذكرت حضرتك بدقة مشاكل داخلية رئيسية ومذابح ارتكبت في إقليم التجري، أي أنه نظام مرتبك أمام شعبه أربك الوضع الداخلي في إثيوبيا، وهو يحاول إرباك الوضع الإقليمي. يعني انظري على سبيل المثال محاولة أمس لقاء دول منابع نهر النيل في أديس أبابا عندما التقى بهم وزير الخارجية، محاولة تكتيل أو تجيش دول المنابع ضد مصر والسودان هو خطأ سياسي وجغرافي وتاريخي، لأن لا يوجد نهر بدول منابع فقط، وإلا كانت اتفاقية عنتيبي التي وقعتها دول المنابع قد استطاعت أن تنشئ هيئة أو سلطة مياه النيل التي كنا ننشدها جميعا. هذه المحاولة فشلت، محاولة كذلك الإضرار بالعلاقات بين الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية في رسالته أول أمس إلى مجلس الأمن هي أيضا رسالة خاطئة، لأن العلاقة وثيقة بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي. محاولات الوقيعة تلك تنم عن فكر غير مستعد للتوصل إلى حل في أي عملية تفاوضية. لكل طرف موقفه، ولكن لكل طرف سقف تفاوض يعلم تماما ما الذي يرغب في الحصول عليه. هذا الطرف لا يريد أن يبيح عن محتوى موقفه التفاوضي، وبالتالي هذا الغموض وهذا الموقف غير الثابت يجعل الموقف الإثيوبي متردد ويهدد الآن. ليست أصلا تعد الآن القضية قضية تنمية كما يدعي، أصبحت قضية مهددة للأمن والسلم الدوليين. ولذلك مجلس الأمن طلب أن أو وافق أن يبحثها مرتين،
وبالتالي هو يدرك وهو الآلية المعنية بالسلم والأمن الدوليين أن ذلك المشهد بات مهددا ليس فقط للعلاقات المصرية السودانية الإثيوبية، ولكن بات مهددا لإقليم يرى المجتمع الدولي أنه واحد من أهم الأقاليم الاستراتيجية، وهو إقليم شرق إفريقيا أو القرن الإفريقي المجاور لخط المضايق في باب المندب وحركة عبور السفن وناقلات النفط، وهكذا يكون هذا المشهد مهددا للأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى أنه يهدد الاستقرار الإقليمي ويدفع المنطقة كما ذكر السيد الرئيس لحالة من الفوضى ستشمل الجميع. ومن هنا علينا أن نكثف جهودنا ولا نقبل أبدا يعني لا بإجراءات أحادية ولا بهيمنة إثيوبية على موردنا المائي الوحيد. مصر تملك من القدرات ما تستطيع به أن تحمي مصالح أمنها القومي، ولكنها ستظل مخلصة للعملية السياسية وللقانون الدولي حتى النهاية. ولكن إذا لم يمتثل الجانب الإثيوبي فلكل حديث حديث، وفي نفس الوقت نعلم أن القانون الدولي يتوح للدول التي يقع عليها خطرا على أمنها القومي ولحين اتخاذ مجلس الأمن إجراءاته أن يدافع عن مصالح أمنها القومي بالشكل الذي يصد به العدوان العسكري. ويقف البعض عند كلمة العدوان العسكري أنه لم يقع عدوان عسكري، ولكن ما هو تكييف وقوع اعتداء مائي يهدد حياتك ووجودك؟ يعني الاعتداء العسكري يمكن أن تصده، أما الاعتداء المائي فلا قبيل لك أن تصده لأنه يمس وجود 150 مليون مصري وسوداني. بالتالي لديك القانون الدولي، لديك الحق، لديك العدل. يعني انظري أمس إلى بياني السيد الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر وقداسة البابا بطرس الثاني، حقيقة يعني القيمة الدينية مع والحق مع موقفك، وإذا كان الحق إلى جانبك فتأكد أن الله سينصرك بإذن الله. سعادة السفير، يعني امبارح كان في محاولة للوقيعة المصرية السودانية من جهة والأفريقية من جهة أخرى من جانب إثيوبيا. وزير خارجية إثيوبيا مساعد رئيس الوزراء الإثيوبي استدعى سفراء دول حوض النيل في أديس أبابا وطرح عليهم الفكرة التي يدعيها أن مصر تستقوي بالمجتمع الدولي على الاتحاد الأفريقي وأنها لا تهتم بقرارات الاتحاد الأفريقي وأنها تخرج الأمر دوليا بعيدا عن مظلة الاتحاد الأفريقي القادر على حل المشاكل الأفريقية الأفريقية، وأن مصر والسودان يتعنتان ويرفضان الجانب الإثيوبي، وأن مصر والسودان هم السبب في المشكلة وأن إثيوبيا هي اللي بتحاول. ده اللي حصل في اللقاء بتاع وزير الخارجية والسفراء من الدول المشاطئة للنيل أو دول حوض النيل. على الجانب الآخر كان في اتصال من رئيس الاتحاد الأفريقي في هذه الدورة الرئيس الكونغولي تشاسكيدي مع الرئيس السيسي، والرئيس السيسي وضع الأمور في نصابها مرة أخرى في محاولة درء ما تقدمت به الحكومة الإثيوبية لدول حوض النيل. شايف حضرتك دول حوض النيل وأفريقيا هيبقى موقفها ازاي مع مصر بعد ما رأوا ما رأوه من هذه الادعاءات الباطلة بالأمس من إثيوبيا؟ يعني أنا أظن دي محاولة يائسة من الجانب الإثيوبي للتأثير على موقف دول المنابع، وهي مدركة تماما من هو الطرف المعرقل. هي تحاول أن تجمع دول المنابع لخدمة أهدافها بوصفها دولة منابع أيضا، ولكن الكل يعلم أن فلسفة إدارة أي نهر مشترك هي علاقة قائمة على التجاوب والتفاعل البناء بين دول المنابع ودول المصب. النهر يا أستاذ حسام، أي نهر هو زي جسم الإنسان، يعني إيكو سيستم، نظام جماعي مشترك يترابط، بمعنى أنك لا تستطيع أن تنمي نار من دول منابعه فقط، ولا تستطيع أن تنمي نار من دول المصاب. هي كتلة جغرافية وبيئية متكاملة لابد من إدارتها بشكل مشترك. هذا ما تؤكده الجغرافيا، وهذا أيضا ما تؤكده قواعد القانون الدولي، أن النهر هو ملكية مشتركة، لا يعني أنه ينبع من أرضك أنه ملكك على الإطلاق. النهر هو ملك كل الدول المتشاطئة لأنه بنيت عليه حضارات ونشأت عليه مصالح ومكتسبات تاريخية لا يجوز المساس بها
عليه، أنت تتحدث عن حياة ووجود لا تتحدث عن عمل عسكري طارئ تصده، وبالتالي أن تحقق وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة أن تتصدى لأي تهديد لأمنك القومي لحين بت مجلس الأمن في الأمر بالشكل الذي تراه مناسبا. إضافة لذلك حديث الرئيس أمس مع الرئيس تشيسكيدي هو لتأكيد العلاقة الوطيدة أولا بين البلدين، ثانيا أننا سبق لنا مرارا أن شرحنا لدول المنابع دولة دولة، والكل كان شريكا لنا في مفاوضات عن تيبي، والكل يعلم تماما أنه لا صلاح لإدارة العلاقة بين دول حوض النيل إلا من خلال الرأي الجماعي. كنا نأمل في عنتيبي أن نصل للاتفاقية الإطارية لمياه النيل، ولكن انفردت إثيوبيا بإضعاف الموقف من خلال أيضا رفضها للحلول الوسط التي قدمت، وكنا قريبين من أن نكون ضمن اتفاقية عنتيبي ولكنها رفضت ما يتعلق بالأمن المائي المصري، وكأن المياه هي ملكية خاصة بها. يعني أن إثيوبيا لدورات كثيرة ليس فقط العشر سنوات الماضية، كنا 2008 على مشارف الوصول لاتفاق جامع لسلطة مياه النيل واتفاقية عنتيبي الإطارية، ولكن بسبب الموقف الإثيوبي ورفضه ما توصلت دول الحوض كافة له من إجماع حتى على المادة 14 ب اللي هي وضعية الأمن المائي لصالح دول المنابع ولصالح دول المصب، رفضت بعد 3 أسابيع من موافقتها كما فعلت في واشنطن وكما فعلت قبل ذلك مرارا، هي تصل معك لنهاية المطاف ثم تنسحب. بالتالي هي دولة ليست مقدمة بشكل حسن النية، والمفاوض الذي ليس لديه سقف والذي ليست لديه نية وليست هناك إرادة سياسية على المجتمع الدولي إجباره. وأنا أعتقد والله يا أستاذ حسام أن ما قدمناه في مشروع القرار المصري السوداني لمجلس الأمن هو مشروع لصالح مصر والسودان ولصالح الشعب الإثيوبي أيضا، حتى تنقذه من إدارة تضر بمصالحه وتدفعه للمواجهة والتوتر الإقليمي، بدلا من أن تستفيد من العلاقة مع مصر ويعود الربط البري والربط بالسكك الحديدية ليخرج إثيوبيا صحيح. الدولة الحبيسة إلى ضفاف المتوسط وتعود لغة التعاون بدل لغة المجابهة، والتي نحن بكل تأكيد قادرون وفقا للقواعد القانون الدولي عليها. طيب سعادة السفير، الحقيقة في سؤال بقى بيدور في خاطر كل المصريين دلوقتي، هل مصر خلصت كل الأوراق الدبلوماسية في ملف سد النهضة ولا لسه ما زال عندنا طرق أخرى؟ لا، بكل تأكيد يعني مجلس الأمن هو الآلية الأهم، وأنا أعتقد أن كل ما ننشده الآن هو الوصول لإطار تفاوضي معزز تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي، نعم، لكنه معزز بخبرات وساطة دولية استطاعت يعني حتى كما ذكرت في الوقت القريب بالولايات المتحدة والبنك الدولي ووزير الخزانة الأمريكية صاغوا اتفاقية واشنطن، ما على إثيوبيا إلا أن توقع اتفاقية واشنطن. إذا كانت هناك بعض التفصيلات التي تركت لبحث الخبراء قبل التوقيع في فبراير 2020 نستطيع في أقل من 6 شهور أن نصل إلى اتفاق، وبالتالي سنسعى من خلال شركائنا الدوليين الأمم المتحدة وكل الأطراف الدولية. ماذا سيخرج عن مجلس الأمن؟ أعتقد لو خرج عن مجلس الأمن تشكيل إطار تفاوضي بشراكة دولية تستمع للأطراف وتقدم حلول وسط لصالح الجميع، هذا هو كل ما ننشده، وأنا أعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك، أي أن إذا ما صدر عن مجلس الأمن ما يتيح التفاوض في إطار عاقل ومتزن ويملك أدوات نجاحه، أما الشرنقة الإثيوبية داخل الموقف الأفريقي تستهدف من خلاله تقويض دعائم الوصول إلى حل، لأنها تعلم أن المنظمات الإقليمية لا تستطيع فرض إرادتها، وكما ذكرت يعني حضرتك فيما يتعلق بالتجري ارتكبت كل هذه المذابح، وماذا كان موقف الاتحاد الإفريقي؟ الدول تقف حائل دون وصول المنظمة الإفريقية وتضغط على باقي الدول مما يحول دون وصولها لقرار أو اتخاذها لمواقف، هو نفس الموقف في المشهد المائي وعليه. فإذا ما استطاعت مصر أن تخرج مع السودان مشروع القرار في صورة تسمح بإطار تفاوضي معزز من المجتمع الدولي، أمم متحدة، ولايات متحدة، اتحاد أوروبي، بنك دولي، نستطيع أن نصل إلى اتفاق. كذلك طيب. هناك هنا سعادة السفير في نقطة هامة جدا، فضل. عشان نوصل للقرار اللي احنا
بنأمله ونصب إليه إحنا والسودان من جهة أمام إثيوبيا، فإثيوبيا في جانب ونحن والسودان في الجانب الآخر. دايما بيكون في تحالفات دولية وأصدقاء ودول تقف على كل جانب من الجانبين. مصر والسودان مين قوتها اللي موجودة في مجلس الأمن حاليا تستطيع أن تعضد من الموقف المصري السوداني المستحق لهذه الاتفاقية التي نأملها، ومن قد يقف مع إثيوبيا؟ شوف يا أستاذ حسام، السؤال ده أصله مركب وهام جدا. أولا القضية ليست قضية مع أو ضد، يعني هي مصالح شبكة مصالح مشتركة متشابكة، بالإضافة لتعقيدات جغرافية لها علاقة بأن عدد من الدول أعضاء مجلس الأمن في الدورة الحالية هي دول منابع، وبالتالي صدور قرار من مجلس الأمن يتعلق بقضايا الأنهار الدولية يهدد مصالحها من وجهة نظرها. يعني الصين وروسيا على سبيل المثال هم والهند هي دول منابع، أما فيتنام ولاوس وغيرها. ولذلك قابل السيد رئيس الوزراء هذه الدول والموفدين منها إلى مجلس الأمن. تعلم هي الفكرة من السؤال يا فندم سعادة السفير إن إحنا نظهر الحركة الدبلوماسية المصرية لشرح الجانب المصري السوداني عشان نقدر نبقى عندنا ثقل لما أخذناه من خطوات في الفترة الماضية. في خلال يمكن نقول آخر 3 شهور كان في مجهود واضح وصريح. بكل تأكيد إحنا لم نترك باب لم نطرقه، ولم نترك دولة لم نزورها، ولم نترك يعني إدارة إلا وتواصلنا معه وشرحنا الموقف، وموقفنا واضح ومشروح، ونحن نتعامل مع هذا الملف التفاوضي منذ 2010، يعني 10 سنوات كاملة. الكل استمع لرؤاك والكل النظر إلى الموقف بشكل عادل ومنصف. أنا كل ما أود أن أشير إليه أن في مجلس الأمن معركة دبلوماسية، أنك تقنع حتى دولة المنابع أن الأمن والاستقرار الإقليمي هو مصلحة أكيدة لها. كما ذكرت لسيادتك ديباجة القرار أو مشروع القرار المصري السوداني الذي قدمته تونس، في ديباجته إشارة لحق إثيوبيا في التنمية وتوليد الكهرباء من سد النهضة، شريطة ألا يضر بمصالح مصر والسودان. يعني أعتقد أن أي دولة تستطيع أن تعترض على هذا السياق. إضافة إلى ذلك، حتى لو كنت دولة منابع، الآن أنت عضو مجلس أمن، أي معني بحفظ السلم والأمن الدوليين، وأن أمامك مشهد يهدد الأمن والاستقرار في واحدة من أخطر المناطق، وبالتالي تتخلى عن وضعيتك كدولة منبع لتنتقل إلى وضعيتك كدولة حامية وحافظة للأمن والسلم الدوليين، خاصة وأن ما نقدمه هو لخدمة إثيوبيا ولخدمة المنطقة ولخدمة السودان ولخدمة الأمن والاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين. يعني لا نقدم أبدا. وخذ حضرتك أمثلة كثيرة حدثت في الأشهر القليلة الماضية. المشهد في ليبيا الذي سعت إليه مصر هو حقن الدماء بين أبناء الشعب الليبي وإطلاق خط سيرة الجفرة كخط سلام قاد لإطلاق تثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق عملية سلام ننشدها جميعا الآن. نفس الشيء في شرق المتوسط، نفس الشيء في غزة. مصر تتحرك بقواعد القانون الدولي بحكمة وبوعي ومن أجل صالح وخير الجميع، هكذا تتحرك الدبلوماسية المصرية. على أي حال سعادة السفير، طبعا يعني مصر هي صاحبة حق، والموقف المصري لا غبار عليه وواضح وثابت وصريح. والحقيقة أنه العالم كله ودول العالم كله بتشيد بالجهود الدبلوماسية اللي بتقوم بيها مصر، والحقيقة أن مصر ما زالت مصممة وثابتة على موقفها أنها تريد التفاوض والوصول لحل عن طريق الدبلوماسية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. شكرا يا فندم على كل هذه الإيضاحات.